صمود يطاول هذه الجبال. إنها القصة الفريدة التي يسطرها أبطال جبهة الشق كل يوم بالبارود والنار. الجميع ينخرط في مهمة الكفاح من أجل الكرامة، وأملهم أن تنتهي المعركة بنصر يعيد الدولة إلى أصحابها والوطن اليمني الكبير إلى أهله. هذه الجبال متارسهم، وهذه الإرادة الصلبة على المواجهة هي سلاحهم الأمضى في وجه الميليشيا التي تسلحت بكل إمكانيات الدولة القديمة وجيشها، وجاءت لتصب نيرانها وقذائفها على القرى والمساكن والمدنيين. على الأكتاف يحمل هؤلاء المقاتلون زميلهم المصاب لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تبقى مسألة الخدمات الطبية إحدى التحديات العديدة في جبهة الشقب. العناية بزميلهم ليست مهمة عارضة، إنها جزء من المعركة. قبل أن يمضون في طريق المواجهة دون توقف، يمشطون الجبال ويسلكون طرقاً وعرة وصولاً إلى أهدافهم. لا استراحة هنا، فهؤلاء منهمكون في تجهيز رصاص المدافع الرشاشة التي بحوزتهم استعداداً لجولة جديدة من القتال مع العدو. لا تزال المعضلة الكبرى هنا هي قلة الإمدادات واستمرار الحصار المفروض على المنطقة، اللذين أخر مهمة هؤلاء الرجال عن الحسم الكامل للقتال ودحر الميليشيا بصورة نهائية. تشرف جبهة الشقب على طريق ريفي معبد يصل دمنة خدير، حيث يتركز جانب مهم من الوجود العسكري للإنقلابيين بمنطقة المسراخ في الجهة الشمالية الغربية لجبل صبر. وإصرار الإنقلابيين مستمر على الوصول إلى تلك المنطقة لمعاودة السيطرة على الطريق المفتوح بين تعز والتربة، أمر يحتم على الجيش الوطني أن يعتني أكثر بجبهة الشقب ويخرجها من دائرة النسيان.